لدكتورة نيفين والذكاء الاصطناعي وتمكين المرأة. منذ أن بدأ الحديث عن تمكين المرأة والعمل على تمكين المرأة ونجد أن البعض من الرجال والبعض من السيدات أيضا يعني يقابلنا هذه الكلمة بشيء من الاستغراب والاستهكان وكأنها كلمة سيئة السمعة. بداية عايزاك تحرري لنا هذا المصطلح، مفهوم التمكين وأنواع التمكين ودور الذكاء الاصطناعي فيه أو المبادرات التي قامت بها الدولة لتمكين المرأة وأهميتها بالنسبة للمرأة المصرية. تفضلي. بداية مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. عندنا مناسبات كتيرة حلوة الشهر ده، نتكلم عن عيد الأم، نقول على عيد الأسرة ويوم المرأة العالمي، وبرضو كل سنة وحضراتكم طيبين. السبت الجاي إن شاء الله بداية شهر رمضان، يعني ده البداية كده. وأنا أحب برضو في البداية أن أنا أشكر الصديقة العزيزة المتميزة دكتورة ناهد على دعوتي لثالث مرة في الملتقى هنا. أنا بتشرف جدا أن أنا موجودة هنا معاها ومع ضيوف اكتر من رائعين ومع حضور رائع زي حضراتكم. هي طلبت مني اسئله كتيره شويه انا هتكلم عليها طبعا، تاكيدا برضو على كلام دكتوره الاء. هي كان كلام اكتر من رائع، من قياده شابه واعيه. انا يعني مبسوطه جدا ان انا قاعده مع حضرتك بامانه، يعني وضحتي نقط كتير حلوه احنا يمكن بنخاف نتكلم عليها. بدايه كلمه التمكين مع الاسف كلمه سيئه السمعه، مع ان هي لو حضراتكم قريتوا يعني ايه تمكين، هو ببساطه كده انه الشخص يقدر ياخد قرار في حياته، ودي اكيد حاجه احنا محتاجينها للمراه انها تعملها، لان المراه في احيان كتير بتاخد قرارات داخل الاسره بتكون مهمه جدا، خاصه انه في مراه بتبقى بتعول الاسره. فما ينفعش ان انا اتكلم على المراه زي ما حضرتك لسه وضحتي، كان توضيح رائع لنقصات عقل ودين ايه اللي كان مقصود بيه، لانه احنا بنسمعه كتير في المجتمع بتاعنا. فاحنا عايزين نبص المرأة بطريقة مختلفة، من حقها ان هي تاخد قرار، بس عشان تاخد قرار وتبقى ممكنة يا دكتورة ناهد، من يملك قوته يملك نفسه. وبالتالي انا ما اقدرش اجيب امرأة مقهورة او غير قادرة على انها تعول الاسرة بتاعتها وبعدين اقول لها حضرتك حرة في اتخاذ القرار. لا، ما بتبقاش حرة في اتخاذ القرار. وعشان كده التمكين الاقتصادي ده من اهم انواع التمكين اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا زي ما حضرتك تفضلتي في انواع كتير قوي. احنا بنشكر القياده السياسيه بتاعتنا لان احنا ممكنين على مستويات كتيره، على المستوى السياسي احنا ممكنين، على المستوى التعليمي احنا ما عندناش اي مكان للتعليم بيمنع ان المراه تكون موجوده فيه، سواء موجوده كطالبه، موجوده كدكتوره، كاساتذه، كعميده، كوكيله، كرئيسه، موجودة في كل المناصب. فإحنا عندنا تمكين تعليمي. يمكن اللي عايزين نركز عليه شوية التمكين المجتمعي والتمكين النفسي. ببساطة كده مازال في بعض الفئات من المجتمع، على فكرة سواء امرأة أو رجل، بتبص للمرأة إن هي درجة تانية وإنها ما عندهاش قدرة إنها تعمل حاجات كتير. أنا عندي من صديقاتي واحدة كنت مستغرباها قوي وهي بتقول طبعا مع احترامنا لكل الناس ان انا مش هروح عند طبيبه امراه. ليه؟ لا، اصل هي ممكن ما تركزش قوي او تاخد قرار غريب او مشاعرها تاثر عليها. حاجه غريبه في زمن احنا عندنا يعني كم طبيبات اكتر من رائعين وناجحين على مستوى مصر وعلى مستوى العالم بابحاث وبشغل رائع جدا، بس مازال المجتمع بيبص بصه مش حلوه، او بعض فئات المجتمع بتبص بصة مش حلوة للمرأة في بعض الجهات وبعض المناصب. التمكين النفسي ده حاجة نفسنا نشتغل عليها، كنت بتناقش فيها برضو مع دكتورة ناهد آخر مرة في التليفون. الاستحقاق، إن تكون المرأة حاسة إن هي من حقها إنها تتعلم، من حقها إنها تشتغل، من حقها إنها تتقلد مناصب، خاصة وجود قيادة سياسية بتدعم للدرجة دي. بتدعم في مجلس نواب دلوقتي وصلنا لغاية 28%، نسبة رائعة جدا. قاضيات، اعتقد المرأة بقت في كل الاماكن اللي كانت وزيرات كتيرة جدا وناجحات، محافظ، نائب محافظ، اعتقد كل المناصب السيدة موجودة فيها. فاحنا عندنا جميع انواع التمكين. الخبر الحلو انه الشهر ده كان عندنا مبادرة من البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف. مصر اعلنت عن مبادرة بتأكد فيها على التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع 4 دول. فكانت حاجة يعني لينا الفخر بيها انه دولة بتاعتنا واخدة الريادة كمان على مستوى العالم في مبادرة زي دي.
وزارة الاتصالات طبعا انا هبقى غصب عني بتكلم عنها يعني من واقع عملي. يوم 28 مارس برضو اطلقت مبادرة بتحاول ان هي تعمم فيها او تدي فرص رقمية للمرأة. هم هناك وصلوا لدرجة دلوقتي اعتقد 40% من العاملين هناك في مجال التكنولوجيا سيدات، وعندنا كمان اكتر من 50% قيادات في وزارة الاتصالات سيدات. ده ايمانا بدور المرأة اللي على فكرة في دول اخرى كتيرة جدا المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات مش واخدة حقها، في الدولة بتاعتنا لا واخدة حقها. طيب دور الذكاء الاصطناعي، فقط ده ثالث سؤال. احنا دلوقتي برضو بنتكلم في زمن الناس اللي هي مش قادرة انها تتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، الناس دي مش هتلاقي شغل. برضو عندنا خبر كويس انه نسبة البطالة لدى النساء في مصر انخفضت، بقت حاليا 16%. ليه؟ لان الدولة بتاعتنا في المبادرات بتاعتها اللي بتقدمها جدا فكرة كلها دلوقتي انه علشان نلاقي شغل احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا مهارات اخرى إضافية، لأنه بقى الذكاء الاصطناعي في الزمن بتاعنا وفي الدولة بتاعتنا بقى شيء أساسي. فالمبادرات اللي تتبناها وزارة الاتصالات مش بتفرق فيها ما بين امرأة ورجل، هتلاقوا أنه آخر إحصائية بتقول أنه 50% من الناس اللي التحقت بالمبادرات دي واستفادت بالكورسات اللي موجودة كانوا من السيدات، وبالتالي إحنا مؤهلين لسوق العمل. فالحل الوحيد هو أن إحنا نبقى مؤهلين ل 32 ألف وظيفة جديدة على مستوى العالم ظهرت في وقت الكورونا. يعني زمن الكورونا بكل الحاجات السيئة اللي فيه، إلا أنه هو بين أنه الذكاء الاصطناعي ده ما هوش رفاهية، ما هوش حاجة إحنا يعني بعد ما نخلص كل الحاجات اللي ورانا نبقى نروح نتعلمها، لا ده حاجة إحنا مضطرين أن إحنا نتعلمها وندخلها في جميع المجالات. أنا شغلي أو تخصصي الدقيق في مجال الطب، مجال السرطان، وكان باين قوي في آخر 3 سنوات أنه لولا وجود الذكاء الاصطناعي كان حصل مشاكل كتيرة جدا للمرضى، لأن كان في طرق كتيرة جدا ذكية عن طريق استخدام الكمبيوتر قدر بيها الأطباء في المجال ده إن هم يعملوا متابعة للمرضى بتوعهم، لأن المرضى ما كانوش قادرين ينزلوا في الوقت ده يروحوا يعملوا أي حاجة. الناس دي عندها مشاكل قوية جدا في المناعة ما تقدرش تنزل، فقدروا إن هم يعملوا متابعة وقدروا إن هم يشخصوا يعملوا حاجات كتيرة جدا باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومن هنا الناس عرفت انه كان مهم قوي ان هم يعرفوا يعني ايه ذكاء اصطناعي بتطبيقاته سواء في الصحه في التعليم. احنا استفدنا من حاجات كتيره داخل البلد وبره، وعلشان كده احنا تاني بنأكد على اهميه انه المراه تدرس الكورسات دي عن طريق المبادرات اللي بتقوم بها وزاره الاتصالات. وصلت لحوالي 12 او 13 مبادره بتقدم بها كورسات ببلاش وما فيهاش اي تحيز، لا مع ولا ضد اي حاجه. الناس بتاخد فرص عادله وبتقدر ان هي تبقى مؤهله لسوق عمل واعد، هو ده اللي احنا يعني بنتمناه الفتره الجايه. شكرا مره ثانيه دكتوره. شكرا جزيلا للدكتوره نادين مكرم، ودايما بتاتينا بالجديد.